السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولت أمك. هلأ بتجي. ليش لما بتحكي معي ما بتحطي عينك بعيني؟ شبه؟ ما فيني شي شبني؟ هيكي خليكي بمحلك قاعدة، لا تتزحزحي. ها هلا برجع لك. مين؟ تعال افتحي، انا ابو عبدو. اهلين ابو عبدو. اهلين. شو بدك؟ ما في شيء، بس جيت اسالك اذا كنت مطوله لانه تعبتي رجلي من القعده، قلت بركي بتمشى هيك شوي بحرك رجلي. اسبقني اسبقني هلا بلحقك. طيب. عن اذنك خليني اروح. شوفك ماشي. بعدين. ماشي ام عبدو، الله معك. ولك انت بعدك هون؟ جنبي 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 جنبي، على اليمين على اليمين اكثر، على اليمين على اليمين اكثر، خليك على اليمين. لك وين بدي يكون اخي؟ والله فكرتك صرت بسويت. استغفر الله العظيم، منكر شربان منكر. ولك شو مالك؟ شو اول مرة؟ حل عنا يا حل عنا. فوت اشرب لك كاسة. ولك حل عنا يا زلمة. افتحي افتحي يا الشبابيك، خليه يتغير جو الغرفة، ريحة الطبخ معشي شايفينا وبالغراض. وبعدين أمي؟ بعدين مع هاي الحالة؟ أنتي مو فارقة معك، عم تطلعي وتفوتي، أنا يلي رح اختنق. والله إذا حكيت معه لأبوكي ما حيرد، بالعكس بصير بده يجاكر، ما بتعرفي يعني؟ طيب أنتي ليش ما بترجعي له؟ ها ها انطقي هالجوهرة من الأول، هو اللي دفشك مشان تحكي معي هذا الحكي ما؟ لا والله مو مشكلة، أساساً أنا فهماني عليه لأبوكي، هو عم يعمل كل هالشي مشان شو؟ مشان يحسسني إنه أنا السبب بخنقتك، مشان يجاني قلبي عليكي، مفكر إذا عمل هيك بيكسر لي راسي بيرجعني على عصمته غصب عني. أمي رجعي له، الله يخليكي رجعي له، صرنا عايشين كأنه بالسجن، بيرضيكي هيك؟ أمي خلينا نشهل بشغل هالكياس ونجمع المبلغ أحسن شي، بلكي منسافر على السويد بأسرع وقت. عم يقولوا إنه الدولة هنيك بتعطيني بيت لحالي، ساعتها بتجي أنتي وأخوكي، وإذا بده ابن عمك بتسكنوا معي. هلأ بدنا ننطر ليتجمعوا مصاري السفر عن طريق شغل الكياس؟ إيه على الحالة بعمرنا ما بنطلع من لبنان. لا أمي بنطلع بنطلع، إذا شدينا عزمنا وأبوك إجته شي ورشة محرزة إن شاء الله 3-4 أشهر منكون متيسرين. أساساً أنت هيك مو فارقة معك غير حالك. ولك أنا المفرقانة معي غير حالي؟ أنا اللي ضيعت عمري كرمالك وكرمال إخواتك وأنا أخدمكم؟ التهبت مفاصلي، عششت روايح الصمغ بصدري، ولك طلع لي حردبة بظهري من ورا الحنية فوق الطبلية، وبالآخر جاية تحكي لي هذا الحكي؟ ولك الله يلعنك صحي على قولة أبوكي. جابي روحي روحي سكري الجناية أول، روحي اتحركي.